هذا العام تفاجأت بوجود رياضيين، أن الرياضيين كيعانيوا نفس المعاناة اللي تعانيها الفنان، أن الرياضيين حتى هما عندهم ظروف قاسية، حتى هما عندهم مشاكل كبيرة، لكن تواجد بعض الأشخاص اللي هما تيحبوا الرياضة وفنوا عمرهم من أجل الرياضة، ما بغاوش هاد الجانب يحسوا به دوك الإخوان اللي هما محتاجين، بل تيقوموا بأعمال جميلة جدا، أعمال خيرية، وتيساعدوا الرياضة وتيهزوا المعنوية ديالو وتيكبروا به، ألا وهي جمعية رياضة وصداقة، واللي الرئيس ديالها هو السي سعيد بن منصور اللي هو بجنبي. فتكلمنا وكنا بحالة تنتشكاو على بعضياتنا، يعني تنتكلموا على الحالة ديال الفنان حالة، كذلك شاركت معهم في عدة يعني عدة مناسبات اللي كانت من أجل فعل الخير، يعني كان الأطفال اللي كانوا اللي كيديروا الدياليز مشينا شفناهم، كان حفل دار في البيت ديال السي ديال بتي عمر لهاد الوليدات اللي كيدار اللي كيديروا الدياليز، كذلك قاموا بواحد المجهود كبير، خداو لعابة اللي هما أطفال يتامى وشاركوا في مباريات عالمية خارج المغرب، واللي تكلف بهم السي بن منصور وإلى جانب اللي هو الرئيس وإلى جانبه اللاعب الدولي المعروف اللي هو السي عزيز بودربالة، واللي كان خصو يكون معنا ولكن للأسف أشغال ديالو مسكين ما قدرش يكون لأنه مشى أظن البركان، فما قدرش وهو تيسلم عليكم وتيقول لكم راه معنا بقلبه. رياضة وصداقة يعني تقوم بواحد المجهود كبير من هذه الناحية ديال الأعمال الخيرية.